كأن الموت الذي توقعه القذائف والرصاص لا يكفي في كل الجغرافيا التي استباحتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابيه منذ اكثر من عامين. تتعدد اوجه الكارثه في اليمن احداها تفشي وباء الكوليرا فقد اعلنت السلطه المحليه بمحافظه شبوه حاله الطوارئ في مستشفيات المحافظه بعد وفاه سته حالات من بين عشرين اصابه بمرض الكوليرا خلال اسبوع. شبوه واحدة من أكثر من 15 محافظة استسلمت للكوليرا بحسب الصحة العالمية، هي نفسها المحافظات التي تستبيحها الميليشيا الانقلابية بالقتل والتدمير والحصار. إحدى هذه المحافظات تعز التي تتعرض للقصف والحصار الخانق من قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي الانقلابية، وتواجه صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية والأكسجين وتعاني اكثر من غيرها من مشكله اصيله هي شحه الامدادات المائيه. منظمه الصحه العالميه التابعه للامم المتحده كانت قد اعلنت عن تسجيل 103 حاله وفاه جراء وباء الكوليرا من بين 21,790 حاله اشتباه بالاصابه بهذا الوباء المتفشي في اليمن منذ اكتوبر من العام الماضي. بيان للمنظمة أكد أن من بين 905 عينات تم تأكيد إصابة 193 حالة والصعوبة تكمن في القصور الذي يعاني منه النظام الصحي على مستوى التشخيص والمعالجة، خصوصا وأن عددا كبيرا من هذه الحالات لم تخضع للفحص المخبري لمعرفة ما إذا كانت مصابة ببكتيريا الكوليرا أو أنها مصابة بإسهالات مائية حادة أو أعراض مشابهة للإصابة بالكوليرا.